أيها الأحبة، ومع سرعة للأيام مخيفة، بات رمضان يلتصق بأخيه الذي بعده، وصارت الدنيا تدور ودارت الأيام والفلك، حتى استقبلنا رمضان هذا العام على أسرع رمضان يأتي بعد رمضان، حتى أن بعضنا بات الحليم حيران كيف هذه السرعة، وبات حقيقة الشهر كأنه أسبوع. وهذا معاشر الأحبة لن يسألني الله عنه ولن يسألكم، لكن الله سيسألنا سبحانه عن العمل الذي سنودعه في متجر الإيمان. رمضان، هذه الدرة وهذا الكنز في هذا العام، ومن من الله عليه بإدراكه فقد فتح له أبواب الفضل كلها. يكفي أن هلال رمضان إعلان بإغلاق الجحيم وفتح أبواب الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. تأمل في سعة رحمة الله رب العالمين، من أعظم رحمته أنه أشرع أبواب الجنة في رمضان، غلق أبواب النار، صفد مردة الشياطين. الله أكبر، أتريد عرضا أعظم من هذا العرض؟ والله إن المؤمن لتدمع عينه فرحا بجود الله وبسعة رحمة الله. ورحمتي وسعت كل شيء. البعض منا أحبابي تفتح له أبواب الجنة فيجلس يراوح على أبواب النار، واقف عندها متى تفتح، كأنه لا يريد أن يدلف على مع هذا الباب. ولذلك من أخطر ما يمر على المؤمن في رمضان أن يعتقد أنه سيدرك رمضانا بعده. ولذلك ما أعظم أن نستعد للقاء الله ونفرح بسعة رحمة الله. جدد قلبك، طهر قلبك، خم قلبك، أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. ولذلك إذا استطعت هذا العام أن تطهر قلبك وأن تهرول إلى ربك وأن تفر إليه وأن تسابق إليه، فهذا العام عام السعادة. كلنا في نهاية العام الماضي رمضان لمنا أنفسنا، وجميعنا في نهاية العام الماضي تمنينا لو مد الله في رمضان ليال وأيام، وجميعنا كان لديه برامج يريد أن يبدأها وما ابتدأها، وتمنى على الله الأماني، ولا زال الله يمن علينا. ها هو مد في أجالنا، المقابر امتلأت، لكن أنا وأنت لسنا فيها. اللهم لك الحمد يا رب، كما مددت في آجالنا فاقبل أعمالنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، هي نعمة. ومن الوقفات، لن تستطيع صيام رمضان القادم صياما ترضى عنه وتطمئن إليه إلا إذا كان الصوم صوم المودعين. والله لو قيل لأحدنا إن هذا الرمضان القادم ستدركه، ولكن الله يخبرك أنك لن تدرك بعد رمضان هذا العام عام آخر، وأنه ختام رمضاناتك في حياتك، ولن تدرك رمضانا بعده، والله ليصومن صياما تجري مدامعه، ويتصدق بأمواله، ويختم كل يوم مرة، ولا يخرج من بيت الله، ويصفح عمن ظلمه. يا أبو فلان عسى ما شر، ما الذي غير حالك؟ قال: أما علمت إن هذا آخر رمضان لي، ومن قال لي ولك أنه سيكون بعد الرمضان رمضان؟ كل الذين رحلوا كانت أمنياتهم أن يبقوا، وكل الذين ودعناهم كان بعضهم موته فجأة. وكم من مريض عاش رمضانات وصحيح رحل ولم يدرك منها شيء. لذلك ما أعظم أن نصوم صوم المودعين. وعلاج الغفلة في القلب أن يقرع الإنسان قلبه بمواعظ ويقول لنفسه: لربما والله ما أدركت بعد الرمضان هذا رمضان. مشكلتنا نفرط أحيانا في مواسم الجنة ونقول الوعد في الموسم الذي بعده. هذا جميل إن مد الله في الأجل، لكن من الذي قال لي ولك أن الأجل سيمد؟ والله لا ندري، وأعمارنا لا ندري متى يختم. والعبرة ليست أن تموت أو تحيا، مد الله في آجالكم على الطاعة، العبرة هل أنت تموت على طاعة أم لا. رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لأنه إذا لم يدخل الجنة وأبوابها مفتحة.
وأبواب النيران مصفدة ومسكرة ومغلقة وموصدة، قردة الشياطين مصفدة، متى يدخل؟ يا باغي الخير أقبل ولله عتقاء من النار. انشرح يا عبد الله، اشرح بذلك صدرا، لكن ليكن هو صوم غير عن الصوم الذي مضى. بعضنا بعد أيام يفتر ويضعف. أحد الدعاة يقول: ما ظننت أن بعضنا يقرأ عن سير السلف أنهم يقرؤون في القرآن يختمون في كل ليلتين مرة، وفي كل ليلة بعضهم مرة. قال: ما صدقت حتى رأيت أبناء هذا الزمن كم يقضون من الساعات وهم ينظرون إلى الجوالات. علمت أن فعلا لو كان نظرهم في القرآن لختموه في كل يوم مرة. لذلك معاشر الأحبة، صوم المودعين يجعل المؤمن حقيقة يغير في نظره ومسيره إلى الله. أن نخطط لرمضان، كم تريد أن تختم من مرة؟ بكم ريال تريد أن تتصدق؟ كم صائم تريد أن تفطر؟ كم رحم تريد أن تزور؟ كم ستصلي الليل كله أم بعض الليل؟ وهكذا كم ستسبح؟ هل من أهدافك أن تجلس بعد كل صلاة فجر حتى ترتفع الشمس كل يوم؟ قرار جميل. هل أنت ممن سيصلي العصر ولا يعود للبيت إلا قبيل المغرب؟ هل أنت ممن يصلي المغرب ثم ينتظر إلى العشاء فيصلي قيام الليل؟ قرارات يجب أن تكتبها على نفسك وتواصي أبناءك به. نعم أنا أريد أن أختم، هذا مثال، أريد أن أختم في كل 3 مرات. سيكون السؤال: كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن تقرأ من القرآن في كل يوم 5 ساعات. ما هي الساعات؟ بعد الفجر ساعة، وقبل الظهر ساعة، وبعد العصر ساعتين، وبعد العشاء والتراويح ساعة. هذه 5 ساعات تبارك الله تختم. وهكذا ضع خطة. من الوقفات معاشر الأحباب أن هناك من الناس ربط في ذهنه أن الصيام لا يمكن أن يكمل إلا مع السهر، ولذلك لو تتصل على إنسان في 11 أو 12 في أول رمضان وتجد نائم، ماذا تقول؟ عسى ما شر أبو فلان نائم الآن. سبحان الله، ألم يجعل الله الليل لباسا؟ ألم يجعله سباتا؟ ألم يجعل النهار معاشا؟ ولذلك أحبابي، أحد أسباب رحيل كثير من الأجور وعدم استطاعة كثير من الناس الصائمين المكث في بيوت الله، النوم في النهار والسهر في الليل. والبعض منا ما ذاق لذة، بعضهم إذا صلى الفجر ما يستطيع أن يجلس إلى ارتفاع الشمس قدر رمح بسبب السهر الذي كان في الليل. ولو كان قد أخذ قسطا من النوم في النهار في الليل لتلذذ بعبادة طويلة جميلة. ذلك معاشر الأحبة دعوة إلى أن ننام في رمضان في 20 الأول منه، أن ننام من الليل لنتقوى بهذا النوم على عبادة النهار. وحتى تتلذذ يا أخي، حتى تتلذذ بتلاوة القرآن وتتلذذ بالصيام. البعض من أبنائنا، وهي الوقفة التي بعدها، بعض الأسر أبناؤهم يصومون حتى عن الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة، يهدمون ركن الإسلام، ينامون عن صلاة الفجر. لا، جميعهم يصلي الفجر ما شاء الله، بل ويلعب كورة طائرة بعد الفجر، ما عنده مشكلة، ويلعب قدم بعد الفجر. لكن الكلام أين؟ يضيعون صلاة الظهر والعصر، ويهدمون ركن الإسلام، يهدمون ركن الإسلام الثاني ليبنوا الركن الرابع. أي صيام هذا يا بني؟ وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن قيامه إلا القيام، السهر والنصب والتعب. وأخطر جريمة يرتكبها الصائم يوم أن يعبث في مواقيت الصلاة، فيصلي على إرادته ورغبته لا كما أمر الله جل وعلا. ومن الوقفات أن بعض الناس يفطر فطرا حكميا. كيف يفطر الإنسان حكميا
وليس فطرا حقيقيا، هو صائم لم يشرب لم يأكل لم ينكح لكنه أفطر. كيف؟ إنه الفطر بكبائر الذنوب التي تجرح الصيام وتهتك ستره، ألا وهو صائم لكنه يغتاب، صائم لكنه يلعن، صائم لكنه نمام، صائم لكنه يكذب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك البعض ما عف لسانه، البعض يفطر بعينه ويفطر بأذنه. كيف يفطر الإنسان بعينه؟ أيأكل بعينه؟ لا، إنه جواله ينظر الحرام ويهتك حرمة الملك العلام. وهذا المسكين فعل الزور وارتكب الزور وخدش الصيام. والبعض معاشر الأحباب يسمع ما يخدش الصيام، لذلك دعوة. ما رأيكم الذي أدمن الجوال وإدمانا لا يستطيع تركه؟ ما أجمل أن تعطيه إجازة، دعوة أن تعطيه إجازة، أن توقف أجهزة التواصل هذا وتجعل الجوال اتصال فقط، وتكتفي بالرسائل النصية فقط، وتغلق عنك هذه البرامج التي سرقت منك السكينة وسرقت منك الخشوع وجعلتك أحيانا تزني عينك رغما عنك، وتفتح يوتيوب وتنظر حرام وتزلف إلى بوابات الحرام. أما تصوم عنها؟ أما تصوم عنها لتجد لذة وسكينة؟ والله تجد طعما جميلا، لأنك لن تنشغل فيما لا يعنيك لا يعنيك. بعض الصائمين ينشغل بما لا يعنيه، يفتح كل المقاطع وفي الواتس وتويتر وفيسبوك وانستغرام وكل لهم افتح 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 انقر انقر افتح، وفي النهاية زلت قدمه بعد ثبوتها ومال مع المائلين ونظر بعض الصور. وبعض الناس عنده ورع مقلوب، ورع كاذب، تعطيه مقطع في النهار قال أستغفر الله وأتوب إليه، راجعنا بعد المغرب الله يجزاك خير. يعني إن بعد المغرب سينظر ويعتقد أنه بعد الحرام، يسمر عينه في الشاشات وفي المقاطع المحرمات. ويحك رب رمضان في النهار هو الله ربك في الليل، فاتق الله واستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالحياء الحياء من الله رب العالمين. من الوقفات في رمضان أن نربي أبناءنا على أن رمضان مدرسة المراقبة. أطفالنا إذا دعوناهم إلى الصيام وأراد أحدهم وهو مميز يفطر، تجد أن شفتيه قد يبستا ولسانه قد بيض، ويأتي إذا أراد الفطر افطر لا يراه أحد ما يفطر. قد يأتي البعض لأمه: ماما أبغى أفطر، وتقول: انتظر إلى المغرب يا بني. ما أستطيع. طيب لماذا لم يختفي خلف الباب ويفطر؟ لأن رمضان يعلمه مراقبة الملك العلام سبحانه. مدرسة جميلة. حتى الفاسق في الأمة غالبا هو فاسق قد ارتكب كبائر، لكنه في رمضان يصوم، مع أنه ما كان يصلي، ولربما يزني، لربما يشرب، لربما يتعاطى، لربما مرتكب كبائر. تقول له: أنت صائم؟ يقول: شايفني كافر يا مطوع؟ نعم صائم. بيض الله وجهك يا شيخ، ما أحسن هذا الخلق في رمضان، لماذا لا تفطر؟ الله يراني سبحانه. طيب وانت تترك الصلاة ما كان يراك؟ وأنت تزني ما كان يراك؟ بلى، لكن رمضان له نكهة، إنه يعلم المراقبة. ولذلك قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به. الصوم لي لأنه تجمع الأمة جميعا على المراقبة لله، لا أكل لا شرب. طيب لماذا لا نقول لأبنائنا: إذا غلقت الأبواب يا بني فالذي ما تستطيع أن تشرب الماء خلف الباب لأنه يراك، يراك وأناملك على الجوال أيضا، فاستحي منه سبحانه وتعالى. ونستفيد من مدرسة رمضان التربية على المراقبة. ونحن في زمن أبناؤنا يخلون
يخلون بالشيطان كثيرا، ويزين الشيطان لهم المنكرات، بل نحن معاشر الآباء ونحن معاشر الكبار نخاف على أنفسنا من هذه الوسائل، ولا لا؟ الأب خايف على نفسه، كيف الابن؟ إذن ما أجمل أن يكون رمضان همسات من الآباء والأمهات لأبنائهم: يا بني أدري أنك صادق وأنك صائم، لكن يا بني هذا العظيم الذي تركنا الطعام والشراب لأجله ما كان يريد أن يعذبنا، ما قال لعلكم تجوعون وما قال لعلكم تعطشون، إنما قال يا بني لعلكم تتقون، والتقوى أن تجعل بين عذابه بينك وبين عذابه وقاية. يا بني صيام يوم في سبيل الله يباعد الله به عن النار وجهك 70 خريفا، ونستفيد من مراقبته لنفسه أن يراقب نفسه فيما بقي. أيضا من دروس رمضان مائدة رمضان. بعضنا لربما لا يجتمع مع أبنائه كثيرا، وبعض الأسر ممزقة، هذا في الدوام وهذه تدرس وهذه الذاكر، وهذا مع شاورما وهذا مع بطاطس، وهذا ما يبغى الرز اللي طبخته أمه، وهذا إلا رمضان غالبا يلتفون حول المائدة، يلتفون حول المائدة، والجميع مع الأب والأم مع الكبير والصغير، مدرسة للآداب رمضان. يا بني كل بيمينك، يا بني كل مما يليك، أبنائي قولوا بسم الله، قولوا الحمد لله، يا أبنائي قوموا للصلاة، الله الذي أنعم بنا. بعض الأبناء يأكل ويشرب حتى يحتاج إلى ونش لحمله من السفرة، فيقال الذي أنعم عليك بالنعم هذه الآن هو الذي يدعوك في المسجد، قومي يا فلانة وأنت يا فلانة. وما أجمل الأم الصالحة التي تهيئ في بيتها مصلى. وأنا قلت مرة أحدهم أراد أن يبني بيتا، فرأيته في المخطط في الصالة الوسطى قد رفع منطقة جميلة في ركن الصالة على اليسار، رفعها درجة، قلت مجلس؟ قال لا، هذا مصلى. مصلى؟ قال نعم، وأفرشه بفرشة المساجد، وأضع له سياجا من خشب، وأطيبه، ووضعت محرابا وسجادات ومفارش صلاة، هي لنا معاشر الرجال نافلة، والنساء يصلون فيه، نحترمه ونرى من يصلي ومن لا يصلي، هنيئا له. بعضنا حاط يا شيخ مستودعات العفش ما يسوى ريالين، وحاط طال عمرك غرف للخادمات وللسواقين، ولا حط في بيته مصلى، الله يجزاه خير. ولذلك بعض الأمهات ما تجد مكانا تصلي فيه، في رمضان خصصي مكان ولو تحت الدرج ما في مشكلة، وحطي السجادة الطاهرة والنظيفة وطيب المكان، ودرب البنيات، فإن بعض البنات الصغيرات لا يصلون، وبعض البنات صليت يا فلانة؟ اي صليت. ولا صلت ولا شافت الصلاة، قاعدة على الواتس، ولا تقدر الأم تقول اتق الله. جميل أن يكون مدرسة رمضان التقاء الأسرة لتعليم الآداب والحقوق لله رب العالمين، هي إذا لفتة من لفتات رمضان. شوقهم لرمضان، بشرهم برمضان. ترى بعضنا رمضان بيجي الله يعين الله يعين، وتقول الأم الله يعيني عليكم وعلى نومكم وعلى طبخكم وعلى سهركم، الله يكفينيكم بما شاء، وتبدأ كأنما تكسر مجاديف أبنائها للوصول إلى رمضان. جميل أن يشتاق الأبناء فنتفرغ لله جل وعلا، ها يا فلان كم ستقرأ، يا فلان كم ستصدق، أعطي أبناءك مال واصرفه لهم، واجعل حصالة في بيتك، وكل من أراد يتصدق يضع ريالا 5 10 على قدر، والأم تضع وكل يضع، ويفتح ذلك في قبل العشر الأواخر ويتصدق، وصندوق آخر، نعم التفطير 6 ريالات، كم نريد أن نفطر؟ نفطر 20 30، وما أجمل ذلك. اجعل رمضان اجعله معينا للخير، واجعلهم يستظلون في أفيائه ويفرحون به أيها المؤمن. أيضا علم أبناءك هدي محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، اسألهم كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان،
كان يقوم الليل، كان يقرأ القرآن ويقابل القرآن على جبريل، وكان في آخر عام عارضه وقابله جبريل مرتين. تحدث عن أبنائك للصدقة كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يعارضه القرآن. تحدث عن نداء الملك: يا باغي الخير أقبل. إذا أفطرت التفت إلى أبنائك وقل: هنيئا لكم، فإن الحبيب يبشرنا أن لله عتقاء من النار. إذا وضعتم الطعام بكروا أبنائي قليلا قبله، فإن الحبيب يقول عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة لا ترد. ها يا محمد، وتدعي البابا ويبتسم، وأنت لماما تبتسم الصغيرة، وعلمهم كيف يدعون. وأسرة كاملة قبل أذان المغرب بربع ساعة، وترى للمعلومية الدعوة تستمر حتى بعد الإفطار إلى قيام الصلاة. بعضنا إذا ما شاء الله أكل التمر وشرب الشوربة قال: الله يقبل ما دعونا. أدع لا زال الوقت معك، الله يحفظ، ولو الشوربة بين يديك والطعام بين يديك، فإنك لا زلت على مائدة الإفطار حتى يؤذن، وهي من مواطن الدعاء. أيضا ما كيف كان الحبيب في رمضان؟ كان لا يدع أكلة السحر، وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وبعض الأطفال إذا تعشى متأخر خبطها نومه وقال لأمه: أيقظيني للشرب، فيستيقظ بنصف عين فيشرب وينام. قم صلى، الله يصلح قلبك، خلاص سقط القلم عنه، وهو اللي سقط عليه اللحاف ما هو بالقلم، الله يهدي قلبه. وبعض الأمهات ترحم أبناءها البالغين حتى من رحمة أرحم الراحمين ومن الصلاة بين يدي رب العالمين. إذن علموهم كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كان عليه الصلاة والسلام يصنع في رمضان من دعاء، من صدقة، من تلاوة قرآن، من أكلة السحور، من تفطير الصائمين، من إطعام الطعام، من إطعام الطعام، من المكث في المساجد. كان السلف الصالح يمسكون الصغار في المساجد ويعطونهم لعب العهن، يعني من الصوف والقطن، حتى يسكتوا ويلهوهم حتى يؤذن أذان صلاة المغرب. وهذا من كان من الأطفال، من كان من الأطفال، من كان منهم يطيق الصيام. آخر رسالة أو قبل الأخير: همسة في أذن كل داعية، وهمسة في كل أذن كل إمام، وهمسة في أذن كل مؤذن. موسم رمضان متجر من متاجر الدعاة إلى الله، القلوب مقبلة والأفئدة قد رقت والعيون قد سحت، وما أجمل أن نستغل زرع الخير فيها. واستغلال رمضان بأن يكون المسجد بيئة طاهرة جميلة عطرة تستقبل فيها الطائعين، وأن تهيئ لهم من صلاتهم وركوعهم وسجودهم، أن تهيئ لهم جوا جميلا، أن تتخولهم بالموعظة، أن تحسن في الدعاء لهم، وما أجمل أن تكثر من الدعاء لهم، أن تحرص أبناءهم. قل للداعية المسدد: لا ترضى بالكسل، فإن رمضان شهر العمل، فإن غزوة بدر وفتح مكة كان في رمضان. وما منع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في سبيل الله أن يجاهد في رمضان، فكيف ونحن نطلب منك جهاد الكلمة الجميلة، كلمة الرحمة؟ حمها من أن يمر مثل هذا الموسم المبارك الذي فيه إقبال للقلوب. استغل كل موسم رمضان، حبب إلى الناس هذه الطاعة، قص لهم أخبار محمد صلى الله عليه وسلم، قص لهم خبر فقه الصيام، خبر غزوة بدر أو مواقفها التربوية. وهكذا أيها الأحبة نستفيد من رمضان إذا أتى ونصومه صوم المودعين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة